وفورا ننتقل الى الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد. مساء الخير استاذ مقلد. مساء النور، الله يخليك. كيفك؟ يكون انتم يعطيكم العافيه. كيف الليره؟ كيف الدولار؟ كيف كيف كل هالامور؟ يعني الوضع حساس جدا والوقت ما عاد كثير يعني مساعد. رح احكي معك عن هالنقطه. برتب على المسؤولين شويه عجله. نعم رح احكي معك عن هالنقطه، بس خلينا مباشره ندخل بالتغريده اللي اثارت العديد من التعليقات اليوم، وطولبت بالكشف عن اسم هالزعيم السياسي. هلا انت اعطينا رسم تشبيهي ونحن بنحلل، يعني مش اذا ما بدك تذكر الاسم هيك دج. لا ما راح اذكر الاسم، بس راح اقول لك انه ما هذا بينطبق على 90% من الزعماء السياسيين بالبلد. بس مثلا فينا نقول من نادي الرؤساء السابقين او الحاليين من لا زعيم حالي هيك. بس بدي اقول ملاحظه فعليه. بس انا راح كل التعليقات على فكره التحويل، بينما انا بصراحه كان يعني الهم الاساسي هو التشديد على الرفض. هيدي شغله جديده انه مصرف سويسري بيتعامل مع مجموعه زعماء من زمان كثير، يوصل اليوم بلحظه من اللحظات انه عم يستلم تحويل منهم بعد اكيد مباحثات صارت وموافقات مبدئيه اوكي والى اخره، بلحظه من اللحظات يرفض هذا التحويل. انا الفكره الاساسيه اللي عندي هذه، يعني في تحول كبير له علاقه بهذا المجال. كون الزعماء عندهم علاقات اوروبيه واسعه، فبس تصير القصه بسويسرا بهذا الشيء، هذا بيعني فاتحه لمرحله جديده. أنا هون كنت عم ركز بشكل أساسي الحقيقة، هذا الموضوع. طيب نحن إذا بتسمح لي تفضل. بس أستاذ مالد، نحن عندنا هم أساسي والناس عندهم هم أساسي يعرفوا مين الاسم، قلت لي إنه زعيم حالي. طيب زعيم حالي يعني عنده كتلة نيابية أم زعيم حالي عنده كتلة نيابية كبيرة، عنده يما شو؟ يعني شو أعطيني مواصفات إذا ما بدك تعطي الاسم. استاذ جورج لو بدي سمي كنت سميت، بس رح بلش لك من الاخر. زعيم سياسي عنده كتله نيابيه، عنده كتله وزاريه، اساسي جديد بالبلد لفتره طويله مش من جديد، كل هذه المواصفات، عنده علاقات ماليه برا، عنده حسابات برا الى اخره. لهذا السبب عم اقول انه الجديد بالموضوع انه يرفض تحويل لإله. وهو يعتبر لحظه، هو يعتبر زعيم سياسي شاب ام زعيم سياسي عتيق بالزعامه؟ لا انا قلت انا عم بتحدث، قلت انه عنده وقت منيح بالبلد، مش من الناس الجداد، عنده وقت منيح بالبلد، موجود بالبلد من فتره مقبوله كثير مش شوي. طب بكفي عم اقول وانا عم بلش شغله ثانيه مهمه بعتقد. نعم هيدا التحويل انا ما ذكرت اذا هيدا التحويل جاي كله من لبنان او جاي جزء منه من لبنان وجزء من خارج لبنان، والتحويلين يعني اللي هن تحويل واحد رفضوا، وهذا كمان له معنى كثير كبير. النقطه الثالثه والاساسيه، انا فعلا ما كنت بعرف ايمتى توقيت التحويل، يعني لانه انا كتبته يعني عرفت من يومين ثلاثه بهذا الموضوع، وما قدرت بعد لحد اليوم احصل على هذا التوقيت ايمتى حصل. بس اذا بعرف التوقيت له كمان معنى كثير كبير بالنسبه للتحويلات اللبنانيه وبالنسبه للرفض، وهي قضيه كثير مهمه. انا بحب بس يعني اذا تسمح لي اقول شغله وحده، طلع البعض يعني عم يتفلسف يعني عم يتشاطر، لنقول يعني عفوا على التعبير انه عم يتشاطر انه مصادر رفيعه اوروبيه والى اخره. يعني نحن اول شيء بس صرنا اكثر من شيء 30 سنه بنشتغل بهذا المجال، كل العالم بيعرفوا انه عندنا شركاء في اوروبا صحفيين بسويسرا بالتحديد، يعني ناس من اهم المجلات الاقتصاديه المتخصصه بمجال البنوك. هذه مش اول مره نحكي شغله من هذا النوع، يعني بهالتاريخ عملنا 6-7 شغلات كثير كبيره باوروبا وبسويسرا وكان فيها مصداقيه. فانا بس حكيت كنت فعلا عم اشر لمرحله جديده مثل ما انا عم شوفها. هيدي المرحله بتعني انه بس يبلشوا يرفضوا هول اللي ما كان يرفضهم طلب بسويسرا وباوروبا. هذا يعني شغله كثير مهمه. هيدي شغله انه في مرحله جديده، وهيدي المرحله الجديده اذا كفت انا بعتقد لها انعكاسات ماليه رح نشهدها، ربما ببعض الاموال اليوم بشوفوها الناس كانها مستحيل حدا يقرب صوبها،
يمكن هالاموال يصير في امكانيه لتقريب صوبه، فهذه بتصير اهم بكثير من الاسم. بس ذكرت لك بالبدايه انه هي تنطبق على العديد، مش لانه عبالي عمم، بس عبالي يقول انه اذا بتشمل هذا الشخص ما قد تشمل اخرين عندهم هذا الموصف. على كل حال يعني عم بيجيني، بس قبل ما حليمه تسالك، يعني عم بيجينا العديد من الاتصالات والاستفسارات حتى انه عم بتقول انت، يعني هل هو رئيس حالي؟ يعني هل من نادي؟ لا 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 انا لا. منه رئيس حكومي، بما يعني انا صرت حزوره، منه رئيس حكومي، بما انا صرت حزوره بركي منقرب الاحتمالات، هل هو من الاشخاص او السياسيين اللي رفعوا السريه المصرفيه عن حساباتهم؟ بالمناسبه انا عن جد يعني انا طرحت القصه من زاويه عميقه، مش من زاويه يعني ابدا ما حاولت لا اتذاكى ولا اتشاطر ولا سوي، واللي بيعرفني بيعرف انه انا بحياتي مفروض بهذا النوع من الشغل. فعلا انا بس قصدت لاقول انه بس صرنا بهالمرحله الحساسه هالقد من الوضع، بس نبلش ناخذ هيك اشارات، معناتها هي عم فيها تكون فاتحه لمرحله جديده لازم نستفيد منها بالعمق بغض النظر انه اكس او اجراي، علما انه هيدي المواصفات فعلا تنطبق على كثير ناس، واذا بندقق الناس اللي اخذوا على مدار 27 سنه من هالدوله وعبوا بيطلع معنا، يعني كيف ما بنخبط ايدنا بيطلع معنا امثال هذا اللي عمل هذا العمل. شكرا لك. قبل ما نشكرك استاذ مقلد، يعني في العديد من المواضيع اللي ممكن نتطرق لها معك، قبل ما ارجع كمان وعقب على موضوع التغريده تبعك، يعني في كثير قلق عند الناس من الوضع المالي والنقدي، وين تبخرت الدولارات؟ يعني شو عم بيصير بالمصارف؟ شو عم بيصير بالوضع المالي؟ إذا ممكن تعطينا فكرة، وفكرة مبسطة يقدر يفهمها المواطن العادي. أستاذ جون شوف، اليوم صار لنا 35 يوم، صار لنا 35 يوم بالمجهول. وهذا المجهول اللي نحن فيه ما كان وليد الحراك، ما هو وليد الحراك أبداً أبداً. هذا وليد تراكمات طويلة عريضة، كلنا بنشهد إنه قبل الحراك، أصلاً الحراك إجى ردة فعل على مجموعة كبيرة من الإجراءات الغلط والكافية وإلى آخره اللي ارتكبتها هذه الحكومة والحكومات اللي قبلها. نحن بس نصير على أعتاب هيك مرحلة و35 يوم بالمجهول، لا في برقة أمل، لا في إشارة لتوافق سياسي. بالعكس كلهم بيتباروا بالحديث عن الانهيار، كلهم بيتباروا إنه معهم وقت. هذا كله بينعكس تماما على الوضعية تبعيتنا، هذا طبعا إضافة للاستهداف اللي قائم. يعني اخر شيء في عقوبات على البلد عم تنحط، في تضييق على البلد، في حمله اشاعات على مصارفه للبلد وعلى مؤسساته. كل هول بدهم ينعكسوا بمحل من المحلات. انا اللي باكد لك اياه رغم كل حراجه الوضع ودقته وخطورته، اللي بطل في واحد يعني اذا في شويه عقل براسه يعني ما بيقدر ينكرهم، بس كميه الاموال اللي بعدها موجوده للحظه بلبنان واللي موجوده عند القطاع المصرفي خارج لبنان، هيدا شرط ضروري نقدر ندير الازمه ونطلع منها وما نروح على الانهيار، لانه نحن بعدنا اليوم مع كل المآسي اللي عم نعيشها هيدا تداعي بداياته، مش هيدا قعره، بعد هيدا نكته، بعد قدام اللي ناطرنا اذا كفينا هيك. كميه الاموال الموجوده بتسمح لنا نقول انه عندنا خميره جديه لنتجاوزه. نعم. كميه الاموال شرط ضروري ولكن مش شرط كافي. نعم. شرط الكافي معها هي انه نحسن نديرهم، ناخذ اجراءات حقيقيه، بس نحسن نديرهم بدنا عن جد اول شيء حكومه بمواصفات، اول مواصفه انه الناس اللي فيها يكون عندهم كفاءه ليديروا الملفات، ويكون عندهم حد ضروري من النظافه ما بيشبه الطريقه اللي كانت عم تتماشى فيها الامور بالبلد من زمان كثير. استاذ مقلد، عطفا على موضوعنا الاساسي، عندي سؤالين بعد. اول سؤال، بناء على شو يعني تم رفض 300 مليون دولار؟ يعني حدا حاكي معهم من لبنان من هون لهالمصرف السويسري حتى يرفضوا هالتحويله او شو؟ هن بالتاكيد ما عطوا تبرير واضح، بس من خلال بعض الاتصالات اللي يعني فهمنا مناخات انه بلش التدقيق باصول هيدي الاموال، قديش هيدي الاموال فعليا فيها تنصاب بعدين، انه بتعرف مفهوم التبييض مفهوم واسع، يعني التهرب الضريبي هو تبييض، تأمين الأموال بطريقة غير شرعية هو تبييض، يعني حتى بالأمين اللبناني هيك تفسيره. فإذا هيدي الأموال ناتجة اليوم مش عن عمل شرعي واضح، وإن كان الأشخاص بيملكوا ثروات كبرى وكانوا يسمحوا لهم من ضمن أرقام الأعمال تبعيتهم السنوية أو ثرواتهم الموجودة
يسمحوا لهم بتمرير مبالغ ضخمه هيك من دون كثير اسئله. اليوم يبدو بلش التدقيق اصل هالاموال كيف عم تيجي وباي طريقه. هيدي كنت عم بحكي مرحله جديده، لانه هذه المرحله الجديده فيها تفتح المراحل القديمه. نعم. يعني هذا بدايه شك لبلش يدققوا انه كميه الاموال اللي كانوا قبلانين يخطوها وما عم يسالوا. اليوم اذا بلشوا هذا الشك هيدي بتفتح لنا مره ثانيه، اذا ما نحكي عن الاموال المنهوبه او على الاموال اللي طلعت برات البلد والى اخره، صار عندنا يعني شيء بدنا نراكم عليه نستند عليه كحجج لنبلش بهذا المجال. نعم. اللهم الا اذا اخذوهم هن صبرون وهن عاملين 20 مره هيدي القصه مش مره واحده. بالختام يعني عم بيجيني العديد ايضا من الرسائل النصيه انه قد يكون المقصود النائب السابق وليد جنبلاط او رئيس نجيب ميقاتي. اها نعم بصراحه ما عندي جواب لهم ولهم. يعني كمان عم بتقول حليمه عم بيجيها كمان رئيس نجيب ميقاتي رسائل انه ممكن يكون الرئيس نجيب ميقاتي. وحدا قال كمان هلا الدكتور مقلد قال انه ما بده يسمي ويمكن احنا ما بدنا نحرجك، ولكن بهم الناس تعرف لما مبالغ طائله بهيدا الحجم عم تطلع برات لبنان، ولما بينقال انه العمله بلبنان عم تنهار، ولما بنفس الوقت هود الاشخاص اللي هن سياسيين بيقولوا انه هلا جايين يرفعوا السريه المصرفيه بوقت انه هن عم بيهربوا اموالهم. تفضل. حق الناس، هيدا حق الناس مقدس انه تعرف. نعم. حق الناس تعرف، بس انا بدي اقول لك شغله، انا حدا مثلي بتقييمه لكل الناس اللي شاركوا بالحكم من 27 سنه لليوم. هول الناس اللي غطوا خيارات اقتصاديه وصلت البلد لهون. نعم. هول الناس اللي غطوا خيارات اقتصاديه اما مثلهم مليارات الدولارات. ما بيعود مهم اذا قدمتي اسم على اسم من كل الناس اللي شاركوا من سنه 1992 بدمار البلد، بتجويف البلد، بتفقير البلد. هيدا بلد سنة 89 رغم الحرب ورغم التقسيم وكل شيء كان يعيش ب 65 ل 70% يعيش من الناتج الوطني. هيدا البلد اليوم كان ناتج المحلي مليارات دولار وبيصدر 500 مليون دولار. هيدا البلد اليوم ناتج المحلي 56 مليار دولار بيستورد 24 مليار دولار، ما بيقدر يعيش من شيء من ناتج المحلي، لو من المستشفى والمدرسه صفر بيعيش من صناعته ومن زراعته. نعم استاذ المسؤولين. نعم. ما بيعود مهم اذا سميت لك هيدا ولا هيدا، اذا كنت عم اقول هو كلهم غطوا وشاركوا بالخيارات الاقتصاديه. واضح. بتصير تفصيل لانه كلهم بيشبهوا بعضهم بهيدا المجال للي شاركوا من 92 لليوم. شكرا لك استاذ، شكرا لك استاذ حسن مقلد الخبير الاقتصادي. نعم. على هذه المداخله واهلا وسهلا فيك.